إلى عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. طلعوا إلى جاي. طلعتوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لا نرجع لكم في أخبار مظلمة صفية هذه اللي في الفلوجة. صفية هذه امرأة شيبانية خلاها 1946 وعندها شنو الطافيدات وبولادها. يا غير صفية ذي التراب اللي قاعدة فيها ترابها هي، وأنا هذه ما نخش رواية من فراغ. صفية هذه قبلتها مشيت بيها شور الوزارة ودارت في لورد ناتير، وذي تراب تراب قاعدة فيها تراب صفية. قال لي سالك صفية هذه ترابها سبب تنقلع منها، لأنها لأن البلادة كانت فساحة، وأنا عاد كانت فساحة قالت الدولة على أنها تعطيها لذو الناس اللي قاعدين فيها، وذيك الناس اللي قاعدة فيها 12 ولادك تنعطى لهم كاملة. يا غير مشرع عالم فساحة أخرى بين معاليك لا 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 ما بين معاهم أو الشارع. قلت له ولدي ما لصة صفية نمروها جف ف ف نمرو اللي فيه صفية، لماذا تعودوا الناس مركزين وأنا في تطمو لا نمرو صفية ما تطمو ما نمرو اللي في الساحة اللي بينهم مع صفية لا ما يطري لا قلت لهم مبجية، لماذا ما تعودوا أنتم قابل ما لا نمرو صفية؟ والله لماذا يعودوا ما تمثلين الراس على أنهم يقضوا لا نمرو صفية؟ لماذا؟ لأن صفية مرة ضعيفة وعندها الش من النادي، ما وراها جنرال ولا وراها قضات ولا وراها حاكم، وهذا كامل اللي معدلتوا لهم نائبة الحاكم، الحاكم المساعد هي اللي قالبت الراجل وقالت لنا نمرو نفذت عليهم بعد لاجي قاع والوزارة ما هي عالمة، وقالت معنا نمرو قبل ما يشوفوا حظوظ قضابة نمرو دار ينقلع منهم، وكحزت الأتواقطهم وشقتهم وسازلت بهم. هذه نائبة حاكم عرفات، والله المساعدة يقول لها حاكم المساعد لعرفات استهزت بالطفلة وقبلت تواقطها وزرقتهم، وقالت لها مشي الوالي، وقالت لها ما يقدر يعدل شيء، هذه الطفلة هذيك الساعة وعد الوالي، وقالت الوالي ما يقدر يعدل شيء، ما 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 أنا معدلت. نين رجعت العقب ذا قالت لها جايبة النواب، النواب قالت النواب ايش؟ نين نقول هذا لله المنبر، عندنا نواب بعد. وهي ما تعطينا ما هي عطتنا النواب، نواب بعد منتخبنا الشعب وماشيين بخدمة الشعب وماشيين مع حد كامل مظلوم لا يستطيع بينه ظلمه. وهذه المرأة صفية لاجي تعرف عنها مظلومة، والوزارة تعرف عنها مظلومة، والحاكم يعرف انها مظلومة، والوالي يعرف انها مظلومة. يقال ذو أصحاب النفوذ وهذو الناس اللي عندهم وساطات عندهم جنرالات وعندهم الحكام وعندهم القضات وعندهم وكلاء الجمهورية يردوا عنهم، لأن ذي المرأة ما عندها ما الله تبارك وتعالى قال الدور يعطيها حقها، عندها الحق كافي، دي عندها الحق على النمروها اللي قاعدة فيه اللي حالا قبلهم جابوا له القرد كراوها القرد تنكرب قزوة، نقولها أنا القرد تنكرب قزوة، حماية تنكرب قزوة وتنكرب 25 تنكرب 30 تنكرب 40، وجابوا هذو الناس لا جات لنا ما عالمة ان مشي الحمايه، اننا ما لها عن تمشي الحمايه، والوزاره قالت لنا ما يمشي الحمايه، ما لها عن مشي الحاكم وسنادرته ومساعدته اللي هو ما قد يتكلم معاها. مشاو الناس وكحزوا عليهم وقابوه، والمره هذيك الساعه ماشيه هوك شور كونه معيط لها كونه، عطيها ميعاد شور الوزاره، عطيها ميعاد شور الوزاره ويقول لها لا ردوا عنك الظلم، لا يعيطوا للناس ونعدلوا بينكم الصلح. هي قاعدة مع كونا هم هكا جايبين لها التنفيذ، وكحزوا على طافيلاتها ومشاو بيهم، شات بيهم الشرطة وبطتهم القرض، وكحزوا على خيمتها وزرقوها، وكحزوا على تعنقير تنبارها وزرقوها، وكحزوا عليها وبطشوا فيها. من بطش احنا معنا قابلين، ولا نقول مالا اللي ماني قابلته، وذي المرة واقفة معاه الليلة جيتها راهي نعازرها لحقتها قاعدة، هي جايبين لها 300 امرأة والرجال فيكسات
كلهم تلفوني معي ظل لين قالوا معن جاتوا نايم قاموا جاوا كامني وتاتهم وقالوا طز 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 على الناس نختاركم بعد تنعروني بعد نشيلهم ونختاركم تحمولهم ونشيلهم هذا النمرو ما خارطه مع ذي بدلوا كل اكرم واذا النمرو ما هو لهم نختاركم تطوم الشيء تعودوا بيدي حد لا يحمي حد يعب الله حد لا يعاون على قاش يعاون على الشيء يعرف عنه عنده فيه الحق ما يعاون على الباطل ما يعاون على المستضعفين ما يعاون على المهمشين ما يعاون على ذي الشيبانية اللي ما عندها ما هو الله تبارك وتعالى وذا النمرو ولادها ما فصلتك تحت خيمة مية بمناتها تقيس ولده وتقيس ولده حتى انت ما عندكم داركم شو القصة وعندكم داركم في كرفو وعندكم جاركم في تفرق زينة ماكم ما تقيسون والله حلال عليكم يا بعد انت قاعدة دافت رابع ذي الفساحة اللي أعطي الدولة اللي لا يتمكي هي عليها هي كانت خادمتها والناس ما كانوا فيها ما كانوا فيها ما نقولوا كلمة قليلة ذي الفساحة دي تختار الدولة تعطيها ذو الناس يقول نختار نعرف السبيل تعطيها ذو الناس ما أعطيتها ذي المرأة شنو اللي قاعدة فيها وين خادمتها ذي ذي السنة ساكنة فيها وذا تقول فيها بيوتها وذا تقول فيها مباراتها والمكذب اللي عندها كامل من الناس اللي تبقي الخير والناس اللي تدافع عن الظلم يجي ذي المرأة وتخرصوا برزتها ويخرصوا ترابها ويسووا تشافيرتها أنا ذي المرأة ما هي مظلوم والسلام. السلام عليكم ورحمة الله. معاكم نائب فوصة. مسلم عليكم كاملين. وعارفة حالكم. أنا ظاهر لي عن قضية الظلم يا الله توقف وتوقف. يا الله توقف به اللي هذه الشيبانية اللي مسيكينة مظلومة لأنها ما وراها جنرال. واللي إنها ما وراها نافذ ولا وراها قبيلة ظاهر عنها ما وراها قبيلة هي بيضانية قال ما وراها قبيلة أنا عنها مستضعفين من البيضان لكن بيهم طش فيها جاي تمد دخرة وراها أهل النفوذ قضية صفية هذه قضية قطعا توجع القلب به اللي هو اللي ينفذ أنا ما نعرف قضايا التراب بيه اللي قصر ما نعرفه يا غير بعد سمعت عن اللي ينفذ الوزارة والله لاجئ والحاكم هنا والوالي إلا أحد دوره هنا لا أمني إحنا جينا الوزارة وقالوا عنهم ما طلبوا أي تنفيذ يسوي وشن هو وتلفنوا على لاجئ وقالت لاجئ عنها ما عدلت أي تنفيذ إلها مدة وهذا الناس الشيبانية عيطوا لها الوزارة الوزير هوك شار واحد من هذا هو عيط لها كوني بالتحديد كان عنده معاها كانت عندها ميعاد مع كوني ودخلت على كوني دخلت على كوني ذاك الوقت اللي دخلت فيه على كوني اتعاقبوا معاها الصنادرة وجاوا البلها وزرقوا مبارها 20 من فوق وزرقوا خيمتها وبطوا مناتها وقاسوا بهم البوليس وجابوا ذيك الخيمة اللي ما عندها فهم شي يسوى وشنو ووقفت لها بوليس ووقفت لها جاندرمري لين حوطت ذاك النمرو وداروا وسطو خيمة وعاد تبارك الله الوتات فم ذا جنرال وذا ضابط وذا يشوفهم وعاد يؤذوا مسيكينة صفية بكلام الخاسر بعد لين انزلقت وصفية هذه شيبانية زارت عدار كحان عندها قريب من 80 سنة منكرة على من تسني مروية ويلها نيمروها وعندها باتجها وذا واخر لها انقام انقرعت واندال في مرقان شوخة وذا مولي بقوة الدولة هي اللي تظلم هنا ما يظلم الأفراد اللي تظلم هنا الدولة هي اللي تقبض وحدين وتقلع حيوانهم وتعطيه الحد أخر عطاهم حق حلي من لا يملك لمن لا يستحق هذا هو اللي تعدل الدولة وهنا الدولة تجيب البلبلة به اليوم البلبلة خلقت فم الناس بعدها تباطت فم الدولة اللي توفر الحماية للناس هي اللي تخاطب بينهم تقبض نمرو واحد وتعطيه الرقاشين عن ذي اللي عدل ذا النوع انه ما يسائل ابدا هذا البادج اللي مرة شيباني عندها بادج اللي ولا بادج هي والاخرى عندها باتش اخر على نفس النمر وذا كان معدته للاداره
الباتشي الاول قاع وعدى، الباتشي الثاني اخبار وعدى على نفس النمرو، ذني معدرو يا طي وسائل موي ثاني ما في مسائل، انسان يبطش ما تعرف من باطش. لا كيف تقضي تلاميذ النهارات اللي نقلعوا منهم منحهم، نقلعوا منهم منحهم ويا نقام العياط رد لهم منحهم. يا قيل لين ضرك حالا البنادم اللي معدل ذي الجريمه ما وكلم عنه لا خا، وهذا كل مره بالتالي كانه رساله للناس اللي فاسده في دارها رغم انها كاع فاسده كامله عنهم، يقدوا تمو يبطشوا ويقدوا تمو يعدلوا كل شيء، يعني ما في مسائله ما في شيء، يعني يخلق العياط هي السريقه، يعني يخلق العياط ومنعها السريقه ووقفت ووفات، واللي ما يخلق العياط السريقه تخطات. نحن نريد نحن نريد نحن لا نعمل في دوله، نحن راك حالنا ما في دوله، نحن راك حالنا في قاب القوي منها يوكل الضعيف، وهذا بدا يتوقف والله لا يتعود فوضى ولا يجد حد يوقفها. وشكرا جزيلا. تقول على نزيد بكلمه اللي تقول هذه المراه صفيه هذه في قصرتها، ما هي صفيه في قصرتها، صفيه في قصرتها، والناس اللي لا نعطى لمعطيهم حالا نمروا ما هم احنا صافيه. يا قال قبل دومين خالق الوزاره واللي دا واداره الاسكان هذا فهم فيها تشب تشاب كبار من دومي وفيها لقفه ماشي، يعني تقعد انت عندك الملايين نقدانا نقبالك نمرونا ونجيرك فيه بيلو ناس مخلصين وتوف، هاو ناس مخلصين بيلي هما لين تلا لين قالوا احنا لين نعدلوا لين نخلصوا كان نصلحوا بين الناس، والناس قالوا ما يقدروا يقصهم وما يجيبوهم عندنا احنا نمشي لو دلهم رقمهم حاطيتهم بها نمرو، ما قلت تحاول تعيطوا لهم بيه. منع عن هون نمرو صافيه قبلت ذيك مافيا اللي في الوزاره ومافيا اللي في اداره لاجي ومافيا اللي عند الحاكم تشب تشابي ترى وبايعين للناس، بين الناس ما هم احنا صافيه، ما هم احلاها في الفساحه ولا هم احلاها في القصره ولا خالطهم عليها شيء، كون ارتفضوا من بلادهم لان عادت عليهم الشارع ضاعت تعليم الفساحه من قالهم نمرو صافيه، راهي مالي ما هي داخله العمر ولا زيت، وهذا روع لوكو مازال قايم ما هي داخله لحد ما يطلع نمروها طال الله تبارك وتعالى على اني عادت فسحها تشرع على طال يا نمروها مزق النبي، وعادت الناس قبل من هي ما قبلت الانسان للكهنه ما قبلت الانسان ما يطلع، يقول لك ولدها متخيم عنده شمل العيال شيباني عنده الحق فيها اجبار نمرو، حتى نمره وراجلها كل ما عنده نمرو واخواله وخالاته وعماته واللي يحوط حوطته كامل عنده نمرو، حتى ما اللي هون عرفات هون رجال الاعمال كلهم عندهم 100 نمرو ما يدري على اسمه في الفلوجه فم وفي عرفات كامله وفي توجوري وفي سان كام وسيزيام والتراب قاعد، لا عندنا رجال الاعمال لا تندال على اسامي ولا عادوا تجر لا بالتراب، بلي عاد عندهم البزنس لا بالتراب، حتى القبور عاد يبيعوه القبر عاد ينباع، منع عنها هي صفيه مظلومه ولا بد يرجع على عنها ظلم ولا بد يعدلها قبيل اللي حصلوا عليها الشبيبات والواتات وعاد كلهم تلاقيهم على طافيلاتها يعدلهم شي خاسر ويزارقهم ويشاوطهم ويتفع عليهم، هذا ما يقدر تقوم به دوله. انت اللي يركب واحد من ذوك جنرالات ويجيب مالي باريس تتطاش في طافيلات المراه لا يحكموا لا هل اخو قلت لهم انا ما رانا يتحكمون كاملين اللي ما قلت لهم تاخذوا موعد بلادهم نمرهم هو ما هو نمر الناس الناس نمروهم، وانا من اللي نسبح على حيواني والله الموت عندي من يعطى لحد اخر، معنى عنك يا وزير الاسكان ويا الغزواني ويا الوزراء كامل يا وزراء كامل الدولة ويا جنرالات خلوا عنكم هذا الشعب الضعيف، هذا الشعب الضعيف طول حيوان وخلوا عنكم ظلم ظلمات ظلم ظلمات، والدولة تبتنا على الكفر ما تبتنا على الظلم، وهذا النوع من الظلم هو اللي يخلي المدن هو اللي يجيب الحروب الاهليه، لانه من الظلم وقايلتها انا ولا اخاف عقبها والسلام.